بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير. عيد الأضحى النهاردة، أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل النهاردة الصبح دبح، والنهاردة كل الناس في بيوتها ومع عائلتها. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين دايما عيد الأضحى ده بيبقى بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا كمسلمين. كل سنة وكل حضراتكم طيبين، ودايما تفضلوا بخير يا رب، ودايما كل جمهور النادي الأهلي يفضل ورا ناديه طول حياته وطول عمره. النهاردة أولى الخطوات الإفريقية إلى ان احنا نصل ان شاء الله للمباراه النهائيه، مباراه الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي سوف يلاقي نادي اطلع بره، هو النادي اسمه كده، نادي اطلع بره. هحكي لحضراتكم دلوقتي قصه اطلع بره ايه، او لماذا سمي هذا الفريق باسم اطلع بره، هقوله لحضراتكم حالا. لكن مباراه مهمه، مباراه صعبه. في بداية فترات الإعداد دايما بتبقى المباريات الأولى هي مباريات صعبة جدا جدا على أي فريق، مهما كان ثقة للفريق اللي قدامك أو اللي أنت بتلعبه أو ثقة للفريق المنافس، بتبقى عندك نوع من الرهبة، نوع من الخوف شوية، لأن البطولة الأفريقية كمان بالنسبة للنادي الأهلي هي بطولة بعيدة جدا، أو كانت بقالها 3 سنين بعيدة جدا عن النادي الأهلي. الناس هتستغرب ليه بقول 3 سنين بعيدة، هي كده النادي الأهلي كده يا جماعة. في أندية تانية بتقعد بال20 وبال15 في مصر وفي كل العالم يعني، او في كل افريقيا يعني، انديه كتيره جدا بتقعد لفترات طويله 10 او 15 سنه ما بيقربوش ناحيه البطوله الافريقيه. النادي الاهلي في خلال 3 سنين او 4 سنين ما خدش البطوله الافريقيه، وبالتالي جمهور النادي الاهلي عايز ياخد هذه البطوله، جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه البطوله. النهارده اولى خطوات ان شاء الله ان احنا نصل الى المباراه النهائيه وناخد هذه البطوله. تدعيمات كبيرة جدا جدا بدأها مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة التعاقدات في النادي بداية من شهر 1 اللي فات. البداية كانت بحوالي 8 أو 9 لاعبين في شهر 1. النهاردة أو في الصيف زي ما حضراتكم شفتوا 4 صفقات، الصفقات اللي بيحتاجها الجهاز الفني فقط، هو اللي بيشتغل عليها النادي الأهلي. مش في دماغنا ان احنا نروح نخطف من نادي تاني، نشوف النادي التاني بيعلي ازاي واحنا نعمل كذا، لا، احنا كل تفكيرنا الجهاز الفني عايز لاعبين، اللاعبين دول مجلس الإدارة بيروح عليهم عشان يجيبهم ومن الأندية بتاعتهم، زي ما حكيت لكم كده قصة محمود متولي وماذا فعل كابتن محمود الخطيب المشرف العام على كرة القدم ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. قلت لكم دايما ان كابتن محمود دايما بينظر الى المصلحه العامه وليس لمصلحه اي شيء، ولكن المصلحه العامه هي اللي دايما بتغلب. جمهور الاسماعيلي جمهور كبير، جمهور او محافظه اسماعيليه محافظه كبيره جدا في مصر، وبالتالي ما ينفعش يحصل ما بين النادي الاهلي وجمهور الاسماعيلي الكلام اللي كان بيتقال الاول. لكن احنا دلوقتي الكل بينظر الى شيء واحد فقط، وهو ان الدوري يسير بشكل منتظم خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله النادي الاهلي والانديه اللي بتلعب في البطوله الافريقيه تفوز بالبطولات الافريقيه. ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بالبطوله، بطوله دوري ابطال افريقيا، وبقيه الانديه اللي بتلعب في البطوله الكونفدراليه ربنا يكرمهم ان شاء الله. لكن في النهايه حاجات مهمه جدا ومباراه مهمه جدا، وفي يوم صعب جدا. انا عارف النهارده اليوم صعب، النهارده طبعا كل الناس قامت النهارده صلاه الفجر، وبعد صلاه الفجر صلاه العيد، وبعد صلاه العيد الذبح. اليوم كان طويل جدا النهارده، ولكن في النهايه مباراه النادي الاهلي بتبقى متنفس لجمهور النادي الاهلي. مباريات النادي الاهلي كل جمهور النادي الاهلي بينتظرها وبيشوف هيعمل ايه، او مستنيين النادي الاهلي هيعمل ايه. ان شاء الله تبقى مباراه جيده، ان شاء الله تبقى مباراه تليق باسم النادي الاهلي زي ما حضراتكم دايما متعودين معانا. خلينا نطلع لزميلنا كريم احمد نقول له طبعا كل سنه هو طيب وكل جمهور النادي الاهلي طيبين. نروح نشوف زميلنا كريم احمد هيقول لنا ايه من اوتيل النادي الاهلي او مقر اقامه اللاعبين في النادي الاهلي. مرحب بيك في البدايه كابتن اسلام الشاطر، وتحياتي ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. عيد سعيد على الامه الاسلاميه جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون النهارده يوم مفرح وموجع على كل الجماهير، على النادي الاهلي. البدايه ان شاء الله مهمه والانطلاقات مهمه بالتحديد في البطوله الافريقيه. حلم يمكن غايب فترة كبيرة جدا عن فريق النادي الاهلي، لكن مع الصفقات ومع الاصرار ومع حسم الدوري اللي كان اصعب الدوريات طبعا كالعادة خلال المواسم الماضية، النادي الاهلي يمكن معنوياته مرتفعة بشكل كبير جدا في تركيز اهمية المباراة النهاردة، يمكن عشان الفريق ضعيف. فريق اطلع بره طبعا من خلال
المتابعات الاخيره ومن خلال اسئلتنا للجهاز الفني فريق ضعيف، لكن في داخل الملعب مفيش حاجه اسمها فريق ضعيف، مفيش حاجه اسمها فريق قوي. في جوه المستطيل الاخضر الموضوع بيكون مختلف بشكل كبير، محتاج جهد، محتاج تركيز من الجهاز الفني ولاعبي للنادي الاهلي، وده اللي بيقوم بيه بصراحه خلال الايام الماضيه سواء في ملعب مختار التتش، المحاضرات، الجلسات الثنائيه والمجمعه بين لاعبي النادي الاهلي، لان ان شاء الله باذن الله النهارده يوم عيد جمهور النادي الاهلي. النهارده يمكن دي الحاجه اللي بتسعد كل الناس، ان يكون جمهور النادي الاهلي متواجد بعدد كبير، 10,000 مشجع النهارده في استاد برج العرب. حيينا وزاره الداخليه ومسؤولي النادي الاهلي ايضا كمان على التواصل والتنسيق الدائم لهذا العدد. التجربه الاخيره لطبعا كاس الامم الافريقيه والتنظيم وحضور الجماهير ادى طمانينه بشكل كبير جدا ان احنا لابد يكون في كل مباراه، مباراه الدوري العام، مباراه الافريقيه، يكون في عدد كبير جدا من الجماهير، لان الجماهير هي اللي بتحيي الملعب وهي اللي بتحمس اللاعبين وهي اللي بتخلي كمان الشكل العام بالنسبه للمباراه جيد، والنتيجه كمان طبعا بتترك على ربنا سبحانه وتعالى، لكن لابد يكون في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. كالعاده كابتن اسلام متواجدين في فندق الاقامه لحظه بلحظه بننقل كل الكواليس من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. النهارده طبعا يوم عيد، اللعيبه يمكن اتغدت بدري شويه الساعه 12:30 مع الصلاه امبارح مع صلاه العيد، فيمكن كان في وقت فري شويه بالنسبه للفطار، ما كانش في تحديد لميعاد الفطار، لكن كانت في وجبه غداء الساعه 12:30 ظهرا، وايضا كمان وجبه خفيفه الساعه 4:30، ومنها مباشره الى المحاضره الفنيه الاخيره في فندق الاقامه، اللي بيحاول مستر مارتن ياكد على التركيز الكبير، عدم التهاون بالنسبه للفريق المنافس. عندهم طبعا دوافع كبيره جدا فريق النادي، يمكن يطلع بربطه الجنوب السودان، والمدير الفني موريس مايكل يمكن اتكلم قال احنا عندنا اصرار وجايين ان احنا نادي مباراه جيده. كل الامور دي طبعا النادي الاهلي متعود عليها، متعود على التصريحات، لكن يهمنا بشكل كبير جدا النهارده تكون البدايه قويه. النادي الاهلي النهارده يقدر ان هو يحرز هدف واثنين وثلاثه طبعا مع سير المباراه، ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله بنأمله بشكل كبير جدا. 26 لاعب تم اختيارهم في الاختيار الاول بالنسبه للبطوله الافريقيه، لكن اربع لاعبين اكيد عايزين نتكلم عليهم، لاعبين مهمين جدا، لكن كل واحد ليه ظرف ان هم مستبعد من المباراه. نقدر نقول وليد سليمان حتى هذه اللحظه لم يكتمل شفائه بشكل كبير، فاكيد قرار من الجهاز الطبي انه يكون خارج المباراه. صلاح محسن طبعا لوفاه والده فايضا كمان خارج المباراه. مروان محسن النهارده اكيد بنقول له مبروك يا مروان، ويمكن كمان هنناه امس على شاشه قناه النادي الاهلي بزفافه اليوم، كان المفروض يكون متواجد لكن خلاص الامر يمكن قضي بالنسبه لك. عبد الحفيظ اللي اتكلم معاه وقال له خلاص النهارده لابد يكون متواجد ويفرح، وكل جمهور النادي الاهلي اكيد سعيد بزفاف مروان النهارده، واحد من اللاعبين اللي بتمنى لهم كل التوفيق سواء مع النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. واخيرا شريف اكرامي اللي لسه ايضا في مرحله التاهيل. بجانب الاربع لاعبين اللي احنا اتكلمنا عليهم، كل اللعيبه معنويا بدنيا فنيا مركزه بشكل كبير، اللي هيكون متواجد النهارده بنتمنى الاختيار يكون جيد من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي. اي لعيبه هيكون متواجد النهارده لابد يكون في تركيز وحماس وروح كبيره جدا، شخصية النادي الاهلي النهارده تفرض في البدايه وفي اولى المباريات ان شاء الله النهارده باذن الله. كالعاده كابتن اسلام من خلالك في ملعب المباراه يكون معاك التشكيل بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي، اول الناس ان شاء الله تكون متواجده، التشكيل، الاجواء، الجمهور، ارضيه الملعب، كل الامور الخاصه باستاد برج العرب ان شاء الله تكون من خلال ملعب الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من فندق الاقامه، اقامه النادي الاهلي الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي في الدور التمهيدي، ومباراه هامه جدا. الكل بيعتقد، انا دايما ما بخافش الا من المباريات السهله بيني وبينكم، يعني الكل بيقول ان المباراه سهله كذا كذا كذا. طبعا فريق اطلع بره، فريق مالوش تاريخ، بعيد جدا عن المشاركات الافريقيه، بقاله كتير قوي ما لعبش في بطولات افريقيا، وما عندوش أي تاريخ الحقيقة في البطولات الأفريقية، ولكن دائما الخطوات الأولى بتبدأ بالسهل. السهل دايما هو ده اللي هنلعبه في مباراة اليوم، فمن المفترض أن يكون النادي الأهلي إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي على قد المسؤولية الملقاة على عاتقهم. أنت ما بتبصش على مباراة النهاردة، ولكن أنت بتبص على المباراة النهائية، بتبص إمتى إن شاء الله في شهر 6 القادم أو في نهاية شهر 5 تكون المباراة النهائية طرفها أو أحد طرفيها هو النادي الأهلي، وده اللي يهمنا الحقيقة. فالبداية هتكون من النهاردة، افتكروا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم، إن الفترة اللي جاية دي بدايتها، أو البطولة الأفريقية، بطولة دوري أبطال إفريقيا، هي بدايتها النهاردة. النادي الأهلي سيلاقي فريق ملوش تاريخ، فريق ضعيف، فريق أقل كتير من الناحية الفنية من النادي الأهلي، ولكن البدايات دايما بتبقى مختلفة. ده اللي أنا بحذر منه لعيبة النادي الأهلي، ياما شفنا وياما حصلت مفاجآت كثيرة جدا مع أندية كتيرة جدا. عشان كده لعيبة النادي الأهلي النهاردة كلهم إصرار، كلهم عزيمة ان هم يقدروا يعدوا هذه المباراة الصعبة، المباراة المهمة
في أولى الخطوات للوصول إلى الأميرة الأفريقية وهي بطولة دوري أبطال إفريقيا. الخطوة النهاردة صعبة ولكن تبدأ أو دايما الخطوات الأولى بتبقى دايما صعبة مهما كانت سهولة الفريق اللي انت بتلعبه. خلينا نروح نشوف جرافيك هذه المباراة وماذا يقول أو عندنا إيه النهاردة في جرافيك هذه المباراة. طبعا المباراة الأولى في الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا موسم 2020 النهاردة 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك. النادي الأهلي المصري سيلاقي نادي اطلع برا جنوب السودان. طاقم تحكيم لهذه المباراة من حكم أوغندي براين نسوبجا ميرو وحكم مساعد لأوكيلو وموسى باليكو نجوبي ده أيضا من أوغندا وحكم رابع أليكس موهابي طاقم تحكيم أوغندي. أكثر الأندية المشاركة بالبطولة الإفريقية هو النادي الأهلي ب 30 مشاركة، أكثر الأندية تتويجا بالألقاب المتتالية، لقبين متتاليين النادي الأهلي المصري 2005-2006 و2012-2013، تيبي مازيمبي 67-68 و2009-2010، الترجي التونسي 2018-2019 وإنيمبا النيجيري 2003-2004. احصائيات بقى عن بقيه الاحصائيات، اكبر عدد من النهائيات المتتاليه التي تلعبها الانديه اربع نهائيات متتاليه وكالعاده يتصدر النادي الاهلي كل هذه الاحصاءات 2005 2006 2007 2008 وهافيا كوناكري 75 و76 و77 و78 وتي بي مازيمبي 67 و68 و69 و70. أندية فازت باللقب دون هزيمة يتصدرها الترجي الرياضي التونسي سنة 94 و2011 و2019، ثم شبيبة القبائل الجزائري في 1981، ثم النادي الأهلي المصري في 2005. أكثر لاعب تتويجا بالبطولات الإفريقية ست ألقاب، النجم اللي كان ضيفنا الحقيقة في يوم الثلاث في عيد ميلاد قناة النادي الأهلي النجم وائل جمعة 2001-2005 6-8-12-2013. الهداف التاريخي لهذه البطولة هو أيضا النجم محمد أبو تريكة ب 31 هدف. أكبر فوز في تاريخ البطولة تيبي مازيمبي بيفوز على النادي الإفريقي التونسي ب 8-0 في دوري المجموعات في 2018-2019. النادي صاحب أكبر فوز في المباريات النهائية النادي الإفريقي في سنة 1991 بيفوز على نادي ناكيفوبو فيلا الأوغندي 6-2. الفرق الأكثر حصولا على لقب دوري أبطال إفريقيا، الأهلي المصري في المركز الأول وعدد الألقاب 8 ألقاب 1982 87 2001 2005 2006 2008 2012 2013، ويظل هذا اللقب غائب لمدة 6 سنوات. زي ما قلت لكم 6 سنوات دي كتير على جمهور النادي الأهلي. نادي الزمالك المصري أيضا 5 ألقاب في 84 و86 و93 و96، وآخر لقب 2002 17. نادي الزمالك 17 سنة لقب دوري أبطال إفريقيا بعيدا عنه. أما نادي مازيمبي 5 ألقاب في 67 و68 و2009 و10 و2015، الترجي التونسي 4 ألقاب في 94 و2011 2018 2019، أما الرجاء المغربي في 3 ألقاب في 89 و97 و99، وكوناكري هافيا كوناكري 3 ألقاب أيضا 72 97 99، وكانون ياوندي الكاميروني بثلاث ألقاب في 71 و78 و1980. مباراة أو دوري أبطال إفريقيا المباراة اللي هتلعب في هذا الدور 2020 الجمعة 16 أغسطس 2019، ذهاب دور الست ال 64 نادي ديكاداها اف سي الصومالي ضد نادي الزمالك المصري. ايضا دي بقى مباريات الحد 11 اغسطس النهارده في مباريات كتيره جدا. رايون سبورت الرواندي سيلاقي الهلال السوداني، وبافالاس دي بوركو بورفو ده من بنين هيلاعب كارا توجو، ومكافا افريقيا الوسطى هيلاقي بترو اتلتيكو الانجولي، والنصر الليبي سيلاقي لا جينيريا سبورت السنغالي سيلاقي اوليرز من ليبيريا،
وهافا كوناكري من غينيا سيلاقي النجم الساحلي التونسي، ويو ام اس دي ام الكاميروني سيلاقي فيتا كلاب من جمهورية الكونغو، ومن كوت ديفوار ايضا سيلاقي اف سي من موريتانيا، ونادي اطلع بره الجنوب افريقي سيلاقي النادي الاهلي. فوموبلي كلوب من جزر القمر سيلاقي كوتو دي اور من سيشل، وسيركل مبيري الجابوني سيلاقي إلكت سبورت من تشاد، وإيجل ماكامبا من بوروندي سيلاقي جورماهيا الكيني، وجينيور من مدغشقر سيلاقي يومي لوموس من موريشيوس، وأوتو دوي من الكونغو سيلاقي سان داونز الجنوب إفريقي. دي مباريات 11 أغسطس. بعض المباريات اللي لعبت امس 9 اغسطس او يوم الجمعه 9 اغسطس، سنديب من النيجر هزم من اتحاد الجزائر بهدفين مقابل هدف، والمريخ السوداني ايضا هزم من شبيبه القبائل الجزائري بهدف مقابل لا شيء. قائمه فريق النادي الاهلي لهذه المباراه الشناوي وعلي لطفي، وخط الدفاع محمود وحيد وايمن اشرف ومتولي ورامي ربيعه، طبعا متولي محمود متولي الوافد الجديد، ورامي ربيعه وياسر ابراهيم واحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني. اما خط الوسط رمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعه وحسين الشحات واليو ديانج ايضا من الصفقات الجديده في شهر 6، وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه احد الصفقات الجديده ايضا، واحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو. اما خط الهجوم وليد ازارو وجونيور اجاييه تحت قيادة فنية للرجوياني مارتن لاسارتي. أما غيابات النادي الأهلي شريف إكرامي ومروان محسن وصلاح محسن اللي بنقول له البقاء والدوام لله في وفاة والده، ومروان محسن النهاردة ألف ألف مبروك طبعا للنجم مروان محسن زفافه اليوم النهاردة إن شاء الله بالليل، والنجم أيضا وليد سليمان. دوري ابطال افريقيا في موسم 2020 نتائج مباريات ذهاب دور ال 34 كانت يوم السبت، ايضا يانج افريكانز التنزاني بيتعادل مع تاون شيب رولز من بوتسوانا بهدف مقابل هدف، بيج بولتس من ملاوي مع بيتعادل سلبيا مع بلاتينيوم من زيمبابوي، وافريقيا ستارز من ناميبيا بيتعادل او بيكسب كامبالا سيتي 3-2 الاوغندي. جرين ايجلز من زامبيا بيفوز على اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي بهدف مقابل شيء. كمكم زنجبار من زنجبار بيهزم من بريميرو دو اغوستو 2-0 الانجولي. كانو بيلرز من نيجيريا بيفوز على اشانتي كوتوكو بثلاثيه مقابل هدفين. بقية النتائج الملعب المالي بيتعادل إيجابيا مع حورية الغيني، وجرين مامبا اف سي من سوازيلاند بيهزم من زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين مقابل شيء، وبريكاما يونايتد من جامبيا بيتعادل إيجابيا أو 3-3 مع نادي الرجاء الرياضي المغربي. نادي رحيمو من بوركينا بيتعادل أو بيكسب أو بيهزم فريق إنيمبا النيجيري بهدف مقابل شيء، وكانو سبورت من غينيا الاستوائية بيفوز على ميكيل كينيما الإثيوبي بهدفين مقابل هدف واحد. يونياودي سونجو من موزمبيق بيتعادل سلبيا مع سيمبا التنزاني. دي نتائج مباريات الجمعة والسبت وإن شاء الله مباراة اليوم. طيب زي ما حضراتكم دايما متعودين من ملعب الأهلي عندنا النهاردة ثلاث فقرات. الفقرة الأولى بعد طبعا كابتن سمير عثمان أصبح رئيسا للجنة الحكام المصرية خلال مباراة الدوري في الموسم القادم، إن شاء الله كل التوفيق للكابتن سمير عثمان. بالمناسبة كابتن سمير عثمان واحد من الناس اللي أنا اتعاملت معاها كتير هنا في قناة النادي الأهلي وفي ملعب الأهلي. كابتن سمير عثمان شخصية محترمة جدا، شخصية بتقبل النقد. بالمناسبة يعني الكلام اللي أنا بقوله ده مش معناه أن أنا لن أنتقد الكابتن سمير عثمان خلال الفترة اللي جاية، لو لقينا حاجة ننتقدها هنقولها وهنقولها بمنتهى الصراحة، زي ما كان هو دايما بيتكلم معانا هنا بمنتهى الصراحة. ودايما الكابتن سمير عثمان كان لما بيجي يتكلم عن النادي الأهلي أو طاقم التحكيم في كل مباريات النادي الأهلي كان بيتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصدق، عمره ما كان يقولك أنا هعمل دي عشان خاطر النادي الأهلي، عمرها ما حصلت الحقيقة، عمرها ما حصلت. افتكروا كده مباراة وادي دجلة مع
النادي الأهلي، وكابتن سمير عثمان كان له رأي مغاير عن الاستوديو التحليلي في ذلك الوقت، وقال ايه، افتكروا الكلام اللي الكابتن سمير قاله. عشان كده كل التوفيق للكابتن سمير عثمان، عنده مهمة صعبة جدا 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 خلال الفترة القادمة، ولكن في النهاية انا متأكد ان الكابتن سمير عثمان أداه وقدود، لان طبعا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا منذ الإعلان عن تولي كابتن سمير عثمان رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة القادمة، هناك بعض المحاولات للنيل من الكابتن سمير عثمان، ولكن الكابتن سمير عثمان الحقيقة وشهادة حق الوجه الله، أنا اتعاملت معاه بمنتهى المنطقية، بيتكلم بمنتهى المنطق. لو في حاجة ضد النادي الأهلي بيقولها على الهواء مباشرة في قناة النادي الأهلي، لو في أي حاجة لصالح نادي تاني قدام النادي الأهلي بيقولها بمنتهى العدل وبمنتهى المنطق الحقيقة، فالكابتن سمير عثمان نتمنى له كل التوفيق. كل الكلام اللي أنا بقوله ده مش معناه إن احنا لن ننتقد أداء الكابتن سمير عثمان لو لم يؤدي بشكل جيد في رئاسة لجنة التحكيم خلال الفترة اللي جاية، هنكون أول المنتقدين للكابتن سمير عثمان في حالة إن احنا شفنا حاجة كده ولا كده، هنقولها على طول لحضراتكم. نتمنى له يا رب كل التوفيق، لأنه سيكون على مسافة واحدة من كل الأندية، وجهة نظري، وهتبان بقى وهنشوف خلال مباريات الدوري خلال الفترة اللي جاية. ومرة تانية بقولها وبكررها، مش معنى الكلام اللي أنا بقوله ده إن أنا مش هنتقد الكابتن سمير عثمان او مش هنتقد سياسه الكابتن سمير عثمان اذا وجد انتقاد. انا مهم جدا ان انا اقول بس لحضراتكم هذا الكلام. زي ما انتم متعودين معانا دايما هيكون عندنا ثلاث فقرات. الفقره الاولى هيكون الكابتن ايمن دجيش. الكابتن ايمن دجيش سيكون متواجدا معنا خلال الفتره القادمه لتحليل طاقم تحكيم كل مباراه هيلعبها النادي الاهلي، سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري العام المصري. بعد الكابتن ايمن دجيش هيكون معانا دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن الارقام والاحصاءات زي ما حضراتكم متعودين معانا. وفي نهايه الفقره، ساعه ما قبل المباراه او ساعه لربع ما قبل المباراه، هيكون معانا ثلاثه من نجومنا الكبار كالعاده عشان يحللوا لنا المباراه ويقولوا وجهه نظرهم في فتره الاعداد وفي الدوري وفي الكلام ده كله، وبعد كده نتكلم عن المباراه. عموما خلينا نستقبل فقرتنا الاولى، كابتن ايمن دجيش لتحليل طاقم التحكيم الاوغندي لمباراه اليوم النادي الاهلي في ذهاب دور ال 64. النادي الاهلي سيواجه نادي اطلع بر. بعد الفاصل كابتن ايمن دجيش.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاول من ساعتين ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي اطلع بره من جنوب السودان، خبرنا التحكيمي النجم. ازيك يا كابتن اسلام؟ كل سنه وانت طيب وكل الشعب المصري بخير، وعيد سعيد عليهم جميعا يعني، ودايما الشعب المصري ومصر في خير وسعاده وفي امان باذن الله. يا رب دايما يا رب ان شاء الله. كابتن ايمن، اولا قبل ما ابدا بس، وحضرتك تكلمنا عن طاقم التحكيم الاوغندي اللي هيدير هذه المباراه، عايز حضرتك برضو اعرف وجهه نظرك في اختيار الكابتن سمير عثمان رئيسا للجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم خلال الفتره القادمه. طبعا يعني انا طبعا رايي في كابتن سمير او مجروح، لكن احنا احقاقا للحق كابتن سمير عثمان من افضل الشخصيات اللي موجوده في التحكيم، وباذن الله انا عندي باذن الله ان كابتن سمير باذن الله في القادم باذن الله هينجح نجاح كبير. كابتن سمير اهل ان هو يبقى رئيس لجنه حكام. مقومات الكابتن سمير يا كابتن اسلام بيحمل كل المقومات اللي تخليه ان هو يدير المنصب ده بنجاح. الحقيقه مش عايز اقول غير ان هو ان هم صادفهم يعني ان هم اختاروا اختيار فعلا مناسب، ويستحق الكابتن سمير يكون موجود في المكان ده. وعايز اقول لك إن إن, ان 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 اي مكان بيتواجد فيه الكابتن سمير عثمان بصراحه بيضيف للمكان، عشان اتكلم منتهى الوضوح طبعا بيضيف للمكان. ومع ذلك هننتقده في هننتقد سياسات الكابتن سمير عثمان في حال ما اذا كان هناك سياسات احنا شايفينها من ناحيه خاطئه من وجهه نظرنا يعني. كابتن اسلام اللي انت بتقوله ده هو دايما قناعات الكابتن سمير، وده اللي احنا دايما بنعمله. احنا دايما بنقول يا كابتن اسلام احنا ما عندناش حتى في التحليل بتاعنا في الشغل بتاعنا ما عندناش هجوم للهجوم، احنا بنتكلم بما يرضي الله. دايما بنقول لو في حاجه مش صحيحه بنقول بننتقد نقد بناء بحيث ان احنا نصلح منها او نعدل منها. مظبوط. فحتى كابتن سمير لو موجود واحنا بنقول له كان موجود وبنقول له هنا نصيحه، احنا هدفنا الهدف مننا ان احنا نرتقي بالتحكيم او نوصل للاحسن يعني. طبعا. ولكن انا باذن الله شايف ان باذن الله كابتن سمير باذن الله هيكون ليه دور كبير في التحكيم المصري في الفتره القادمه، ومش في مصر بس، في على مستوى افريقيا والاتحاد الدولي، لانه يستحق ذلك بصراحه. ان شاء الله نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه. طاقم تحكيم من اوغندا لمباراه اليوم النادي الاهلي ضد نادي اطلع بره من جنوب السودان. لو حضرتك تقول لنا اسماء الطاقم. عندنا طاقم هنا حكام اوغندي، الحكم براين ميرو ده الحكم، معاه مساعد اول لي اوكيلو، وبعد مساعد ثاني موسى باليكو، والحكم الرابع اليكس موهابي. الحكم ده هو استاذ جامعه. أيوة. في جامعه في اوغندا، استاذ تربيه رياضيه، بيجيد اللغه الانجليزيه والفرنسيه. هو حكم دولي يا كابتن اسلام من 2007، وكان اترشح لبطوله الامم الافريقيه في 2011 على اساس ان هو يروح بطوله الامم الافريقيه 2012، ولكن هو صادفه سوء حظ ورسب في الاختبار البدني، اختبار الورنر رسب فيه وما راحش البطوله، وبسبب الموضوع ده استبعد من القايمه في سنه 2012. أيوة. في اوغندا، وبعدين عاد تاني في يعني خرج 2012 ورجع تاني للقايمه في 2013، وخد افضل حكم في اوغندا في السنه ديت يعني. هو ادار يمكن اخر مباراه ادارها هنا لفريق مصر كان لفريق الزمالك في دور ال 32 مع القطن التشادي في الكونفدراليه، وكان ادار قبل كده في 2015 مباراه البتروجيت في الدور 64 مع فريق غزالة السوداني. أيوة. في 2015 في الكونفدرالية، وفي نفس الدور رجع وأدار لفريق الزمالك مع راين سبورت الرواندي. نعم. في دور ال 32 بطولة أفريقيا. طبعا هو طبعا احنا عارفين يا كابتن اسلام ان الادوار ديت يعني دايما بيحطوا فيها مش الحكام اللي هي الحكام اللي هي بيديهم فرص. طبعا الادوار الاولى دي بتحط الحكام اللي هي ما بتلعبش، الحكام اللي هي تصنيفهم مش عالي، بتديهم فرصه في المباريات ديت. نتمنى له النهارده التوفيق باذن الله في المباراه يعني. طيب كابتن سمير، كابتن سمير، كابتن ايمن، كابتن طاقم التحكيم من اوغندا، وبالتالي لماذا تم وضع هذا الطاقم تحديدا في بدايه البطوله؟ هل تفتكر عشان هو عايزين يدخلوه في البطولات الافريقيه خلال الفتره القادمه؟ هل هو حكم جيد؟ يعني تاريخه بيقول ان هو حكم عادي يعني. هو زي ما بقول لك كابتن اسلام، انت عندك في الادوار التمهيديه بالذات، احنا تقريبا في دور ال 64 يا كابتن اسلام احنا موجودين. اللي بيحصل يا كابتن ان دايما في التعيينات في افريقيا، وانا كنت موجود،
التعيينات في الدور التمهيدي بيدوا الناس الفرص، الناس اللي ما بتلعب يعني الناس اللي هي ما بتلعبش مش مصنفه. بس هل ممكن حد مثلا من دور الاثنين الدور ال 64 مثلا نلاقيه بقى بعد كده بدور الثمانيه؟ اكيد اكيد ممكن. ما دي بتديه فرصه، هو بيكون حكم في عنده، ممكن يكون في حكام في بلده اعلى او كده، لكن انت احيانا فلازم بتديله مثلا ان انت بتشوفه بتصنفه. اكيد لو هو مستواه كويس بيمشي. برضو هنا في نقطه، لو احنا قلنا في التقييم بتاعه كابتن اسلام ان هو فتره من فترات كان مرشح للامم الافريقيه، فاكيد اكيد حكم كويس. طب لا يعني، وبعدين برضو انت النهارده هنتكلم برضو بامانه، انت النهارده لما بتيجي بتعين برضو ماتشات بتشوف اهميه الماتش. طيب كابتن كابتن ايمن، ده وصول لفريق نادي اطلع بره جنوب من جنوب السودان الى ارض الملعب في برج العرب، استاد الجيش في برج العرب زي ما حضراتكم شايفين، وصول الفريق الى ملعب المباراه. اتفضل يا كابتن. بالظبط، فهو احنا كله معلش انا هفضل اقول كابتن يعني لغايه لما اخد بقى كابتن واحد. طبعا ده يسعدني طبعا، ده سمير كابتني واخويا يعني وليه معزه كبيره عندي يعني. فطبعا التقييم الحاج كابتن بقى، سيبك من ان احنا بنتكلم وبنتكلم في تحكيم وبتاع، احنا شفنا يعني مش عايزين نرجع تاني للماضي في افريقيا، شفنا حكام كتير ممكن يبقى حكم مصنف وحكم رقم واحد وتلاقيه بيعمل حاجات غريبه يا كابتن اسلام. تتوقع حكم انت بتقول بس خلاص وصل لرقم، وصل لرقم واحد او اثنين او ثلاثه يعني، وصل من الصفوه يعني. بالظبط، لكن انت بتفاجئ فيه ساعات في المباراه بيعمل باداء غريب. صح، وممكن حكم مش معروف او مش مصنف احنا تقيمنا ليه على ارض الملعب ممكن بيأدي مباراه عاليه وتبقى انت مبسوط بيه جدا. فدي كلها في 90 دقيقه بتاعت المباراه والوقت الضايع. تتوقع ايه يا كابتن الماتش ده، او تتوقع ايه طاقم التحكيم في هذه المباراه؟ خصوصا في ظل اعتقد هيبقى في تواجد جماهيري كبير، 10,000 متفرج، اعتقد هيبقى تواجد جماهيري جيد في هذه المباراه. انا اتوقع بالنسبه كتحكيم طبعا كابتن، انا اكيد اكيد طبعا في فرق مستوى بين النادي الاهلي وفريق اطلع بره. ده بيسهل ولا بيصعب الماتش؟ لا انا ده بيصعب، انا يعني بالنسبه للحالات اعتقد ان يبقى عنده حالات كتير فعلا. يبقى عنده حالات يعني اتوقع ممكن يبقى في حالات في الركلات الحره، في الالعاب ودخل ال 18 بتبقى كتير لما يبقى في فرقتين اقل. لو فرقتين قريبين يا كابتن اسلام بتبقى اللعب شويه محصور يعني، بيبقى محصور دايما في نص الملعب والفرقتين يعني الفرقتين بيبقى، لكن لما بتبقى فرقه لو فرقه اعلى من فرقه بكتير بتلاقي فيه العاب كتير، بتلاقي فيه احتكاكات كتير من الفريق اللي هو الاضعف، بتلاقي فيه ممكن تلاقي فيه حالات تسلل كتير. فدي بتبقى فيه اختبارات للحكم اكتر في المباراه ديت. طبعا بالتالي احنا النهارده بالنسبه للحكم اختباراته ممكن تبقى الماتش ممكن يبقى بالنسبه لنا كجماهير احنا بنتفرج على ماتش عادي، الماتش سهل سهل، انما كاختبارات للحكم ممكن الاختبارات للحكم تبقى اكتر يعني اكتر في المباراه دي. المنتظر النهارده ان احنا نشوف اعتقد اختبارات اكتر ليه، اختبارات اكتر لحكم المباراه، حكم الساحه والاثنين المساعدين، والاثنين مساعدين على طعم التحكيم عموما يعني طعم التحكيم. طيب كابتن ايمن، الفتره اللي فاتت التحكيم الافريقي الحقيقه ما قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية كان بيمر بظروف والناس كلها كانت بتتكلم عنها، ولكن الحقيقة في بطولة الأمم الأفريقية من وجهة نظري إن دي واحدة من أقل البطولات أخطاء التحكيم في هذه البطولة، وبالتالي هل من الممكن إن احنا نشوف، لأن النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية والأندية الأفريقية تعرضا للظلم خلال الفترة اللي فاتت من الحكام. قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نقول لحضراتكم حالا وصول فريق النادي الأهلي إلى ملعب المباراة استاد الجيش في برج العرب، وكباتن النادي الأهلي الجهاز الفني كابتن محمد يوسف، ومن قبله كابتن عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان أهو، وجيرالدو وكابتن طارق سليمان وبقية اللاعبين محمود وحيد وأليو ديانج ومتولي ومعلول ورامي ربيعه. هل النهارده هنشوف متولي ولا لا؟ ده ياسر ابراهيم طبعا، ده اللي هنشوفه بقى بعد قليل ان شاء الله. هنقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. اتفضل يا كابتن ايمن، هل من المتوقع ان احنا نشوف ده خلال الفتره اللي جايه؟ شفناه في كاس الامم الافريقيه مستوى التحكيم فوق المتوسط بصراحه يعني ما ننكرش ده، لكن عايزين بقى يكمل. بص يا كابتن، هو يعني رب ضرة نافعة يا كابتن اسلام، ما حدث قبل بطولة الأمم الأفريقية في نهاية دوري الأبطال ده كان موضوع صعب جدا بالنسبة للاتحاد الأفريقي وفي لجنة الحكام في أفريقيا. عايز أقول لك يا كابتن اسلام إن كان بعد بطولة الأمم الأفريقية، كان بطولة الأمم الأفريقية دي كانت هتحدد حاجات كتير جدا. لجنة الحكام في أفريقيا طبعا الأمور كانت بالنسبة لها صعبة جدا في البطولة ديت، اشتغلوا جامد مع الحكام لأن الموضوع يا كابتن اسلام كان الموضوع نفسي.
الموضوع بعد اللي حصل في نهائي دوري الابطال كان بالنسبه للحكام نفسي. نعم. وكان بطوله الامم دي كانت هتغير حاجات كتير قوي، كله كان مركز. فهم اللجنه كانوا عارفين كده، فحصل تركيز جامد من المسؤولين عن التحكيم والاتحاد الافريقي وكذلك الحكام، لان هم كانوا داخلين بوضع قبليه على طول، واحنا عارفين دوري الابطال كان قبليه على طول يا كابتن اسلام. مظبوط. فشفنا ان احنا في الامم الافريقيه الحكام ادت اداء الى حد ما طيب، مشوا بمستوى كويس زي ما احنا قلنا، ما كانش فيه اخطاء العاديه يا كابتن اسلام، ونقول ان البطوله نجحت البطوله تحكيميا، فديت ايه عملت هدوء شويه كده تاني للاتحاد الافريقي ولجنه الحكام الافريقيه يعني. تمام. فحضرتك متوقع ان السنه دي يبقى في تركيز اكبر من أكيد. السنين السابقه؟ اكيد اكيد، بعد ما حدث الموسم الماضي في حاجات كتير وقلنا في مباريات كتير يا كابتن اسلام، وانا اتذكرت معاك قبل كده. طيب معلش يا كابتن ايمن، نروح لزميلنا كريم احمد من ارض الملعب يقول لنا برضو على تشكيل الرسمي للنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. كل التحيه لك من جديد كابتن اسلام الشاطر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. بالفعل تشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى علي لطفي، خط الدار من اليمين للشمال محمد هاني، ايمن اشرف، رامي ربيعه، علي معلول، في المنتصف عمرو السليه، حمدي فتحي، على الاطراف رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الامام صالح جمعه ووليد ازارو. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي جيرالدو، جونيور اجاييه، حسام عاشور، احمد فتحي، احمد الشيخ، الشناوي، ياسر ابراهيم. من الواضح ان يمكن اكيد اللي خرج بره القائمه طبعا بالنسبه لي المباراه يمكن محمود تولي ومجدي قفشه واليو ديانج بعد الاختيار طبعا بالنسبه لي 22 لاعب لفريق للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله يكون تشكيل جيد واختيار جيد من الجهاز الفني لمستر مارتن لاسارتي. وصلوا بالفعل الفريقين، كابتن سيد كالعاده كابتن يوسف، الجهاز الفني بيحاول ان هو بينزل طبعا ارضيه الملعب، بيتفرج بشكل عام على ارضيه الملعب، بيشوف في علو ونجيله، لكن بشكل عام ارضيه الملعب جيده جدا يا كابتن اسلام. حضور الجماهير كنا بنعمل في اكتر من كده الحقيقه، يمكن 10,000 مشجع، ودي التذاكر او ده العدد اللي تم الاتفاق عليه بعد محاولات كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للوصول لهذا العدد، لكن حتى هذه اللحظه يمكن انا شايف 1000 او 2000 يا كابتن اسلام حتى هذه اللحظه، لكن كالعاده اي عدد بيكون متواجد 10 افراد 20 فرد بيكون ليهم تاثير كبير جدا، لكن بنامل ان يكون في الفتره القادمه بالتحديد ومباريات النادي الاهلي يكون في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي. البدايات لابد يكون فيها حسم بشكل كبير، لابد يكون الجمهور بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا، ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين النهارده والبدايه تكون جيده. انا معاك يا كابتن اسلام. اخر سؤال يا كريم من فضلك، عايز اساله عن وليد سليمان، هل غياب وليد سليمان عن المباراه ليه؟ يمكن وليد طبعا اكيد تساؤلات كثيره جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. وليد سليمان بالتحديد لم يكتمل شفائه حتى هذه اللحظه، اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود طبعا على حاله وليد سليمان. وليد سليمان اشتكى الايام الماضيه وما كانش بيشارك بشكل كبير جدا في التدريبات الجماعيه كابتن اسلام بجانب شريف اكرامي اللي لسه، لكن وليد سليمان بالتحديد ده اللي يمكن التصريح الخاص بالجهاز الطبي للنادي الاهلي ان لم يكتمل شفائه حتى هذه اللحظه، كان في تفضيل كبير ان هو يكون خارج القائمه ومنها طبعا خارج المباراه، لكن من الواضح ان وليد ان شاء الله بكره هيكون راح الفريق للنادي الاهلي لالتقاط الانفاس، وبعد غد طبعا هيكون التدريب الاول استعدادا لبيراميدز. ان شاء الله من خلال التساؤلات وليد هيكون متواجد بكل قوه وبكل جديه في مباراه بيراميدز القادمه في بطوله كاس مصر. خروج مجدي قفشه وخروج اليو ديانج من القائمه، هل هناك اي تفسيرات ولا لسه؟ طبعا اللاعب يعني احنا حابين ان احنا نقول للناس كل ما يحدث داخل فريق كره القدم في النادي الاهلي، لان ده اول ما التشكيل ده اتقال والاحتياطي اتقال هتلاقي دلوقتي التساؤلات، فانا بسال التساؤلات بتاعه الناس، لو عندك اجابه ليها يا ريت تقدر تقولها لنا. يمكن اكيد يا كابتن اسلام الكل كان متوقع ومنتظر ان يكون في اي من الوافدين الجدد اليو ديانج، محمود متولي، محمد مجدي قفشه يكونوا متواجدين في تشكيله مباراه اليوم، وكمان يمكن في التدريبات الاخيره كمان باكد يا كابتن اسلام. اهم حاجه طبعا وانت احد النجوم الكبار في فريق النادي الاهلي مع كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي الانسجام، وده اللي كان واضح بشكل كبير، الانسجام اللي كان في ارضيه الملعب بالنسبه للتدريبات الخططيه والتكتيك الخاص بفريق النادي الاهلي، لكن اكيد
عقب المباراه لابد يكون في سؤال هام جدا لمستر مارتن لاسارتي للمدير الفني عن استبعادهم، هل هي كانت رؤيه ان هم لسه ما انسجموش بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، او لسه كمان في مباراه بيراميدز، لسه في مباراه اخرى كمان لفريق اطلع بره بطل جنوب السودان وهي مباراه العوده. كل التساؤلات دي ان شاء الله هتكون من خلالك يا كابتن اسلام. هنحاول ان احنا كمان خلال الدقائق القادمه، مجرد كابتن محمد يوسف يطلع او مستر مارتن لاسارتي، نحاول ان احنا ناخد تصريح من على لسانه استبعاد الثلاثي ليه من هذه المباراه ومن القائمه بشكل عام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، زميلنا كريم احمد من ارض ملعب استاد الجيش في برج العرب. كل التساؤلات اللي حضراتكم بتسالوا عليها واجبنا هنا ان احنا دايما نسال هذه التساؤلات، لان بعد المباراه على طول هتلاقوا الناس، وان شاء الله بعد المباراه. لكن خلي بال حضراتكم، وده طبيعي جدا ان انت لما يجي لك حد جديد على الاقل ماتشين 3 4 كده يقعد يتفرج على الفريق وينزل ربع ساعه نص ساعه. دي ده دايما ده اللي كنا بنشوفه كابتن ايمن خلال الفترات الاخيره، او خلال الفترات اللي كنا بنبقى متواجدين فيها في الملعب. بنشوف المدير الفني دايما لما بيجي حد جديد بيسيبه بره شويه لغايه لما يبقى في انسجام، يبقى في كذا في كذا، يعيش الجو كابتن اسلام، يعيش الجو الاول وبعد كده بينزل بينزل معنا. عموما يا كابتن ايمن ان شاء الله ننتظر حضرتك بعد المباراه ونشوف رؤيتك مع او لطاقم التحكيم الاوغندي بعد مباراه ان شاء الله نادي الاهلي و نادي اطلع بره الجنوب باذن الله. كابتن اسلام وبالتوفيق. شكرا جزيلا يا كابتن ايمن. شكرا كابتن اسلام، ان شاء الله نشوفك بعد المباراه. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنلتقي بفقرتنا الثانيه. دكتور احمد ثابت هتكلم معاه عن الاحصاءات والارقام، ماذا تقول الاحصاءات والارقام بعد الفاصل مع دكتور احمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، خلوني ارحب بضيفي في الجزء الثاني من هذه الحلقه او الفقره الثانيه، دايما فقره ثابته مع دكتور احمد ثابت، نتكلم عن الاحصاءات والارقام وماذا تقول الارقام والاحصاءات في مباراه اليوم ما بين النادي الاهلي في ذهاب دور ال 64 ما بين النادي الاهلي ونادي اطلع بره جنوب من جنوب السودان. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. بارك كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير، وعيد سعيد إن شاء الله كده على السادة المشاهدين. يا رب إن شاء الله. خليني أقول برضو لحضراتكم مرة أخرى التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة: علي لطفي في حراسة المرمى، محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة وأيمن وأيمن أشرف، سلية وحمدي فتحي ورمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعة ووليد أزارو. ده تشكيل النادي الأهلي لهذه المباراة. أما الاحتياطي النادي الأهلي في هذه المباراة محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، واستبعاد الثلاثي الجديد في النادي الأهلي سواء أليو ديانج أو أفشا أو محمود متولي. دكتور أحمد، مباراة الكل بيعتقد ان هي سهله، وهي بالفعل تاريخ او فارق من الناحيه الفنيه، من الناحيه التاريخيه، من ناحيه الاسم، من ناحيه كل شيء، فارق كبير جدا ما بين الناديين. ولكن دايما المباريات السهله او بدايات البطوله النادي الاهلي دايما لما بينظر للنهائي او بينظر للكاس لا ينظر الى البدايه، ولكن يجب ان تمر بمثل هذه المحطات. طبعا علينا الاول احترام الصغير قبل الكبير، يعني لازم ان انت تحترم الفرق المنافسه كلها، لازم تديها احترامها وتذاكرها كويس وتذاكر نقاط قوتها ونقاط ضعفها بشكل مميز جدا. يمكن فريق اطلع بره هو اسمه اطلع بره، طبعا هو تبع جنوب السودان، جنوب السودان مختلفه او دوله مختلفه عن السودان. ليه سمي نادي اطلع بره؟ طبقا لحي او شارع هناك اسمه اطلع بره، كان في مشكله سياسيه، كان في هناك ان الجيش بيروح للشعب هناك، فكان دايما يناديهم يقول لهم بالليل دايما اطلع بره اطلع بره، فعشان كده سمي النادي طبقا للحي ده اطلع بره، حي شهير جدا في جنوب السودان. ده يمكن سبب التسميه بتاع النادي. النادي يمكن دي ثالث مشاركه ليه في دوري ابطال افريقيا، علينا طبعا باحترامه، ومهم جدا جدا ان انت تسجل هدف مبكر في اول ربع ساعه دايما في الفرق الصغيره، دايما في اي فريق ان انت تسجل هدف مبكر تفتح لك المباراه، ولازم النهارده البدايات دايما هي اللي بتصنع الفارق. النادي الاهلي النهارده ان شاء الله لما يجيب نتيجه تقيله تكسب بنتيجه كبيره تخوف المنافسين وتدي رساله، يمكن دي صورتهم الموجوده لفريق نادي اطلع بره، تدي رساله لجميع المنافسين. التيشيرت شبه التيشيرت بتاعهم النهارده قصدك يعني ولا ايه؟ اوعى تكون لابس بنطلون ازرق تبقى مشكله. لا لا اسود. او لابس كمان جاكيت ازرق، ده 100 100. خلي بالكوا احمد ثابت النهارده جاي. فطبعا فريق يعني يطلع بره علينا طبعا باحترامه، يمكن هم بيلعبوا بيه 4-5-1
يمكن هم اتفرجت اليوم على مباريتين معانا يمكن ليهم فيديوهات حصريه لبرنامج ملعب الاهلي. الفيديوهات اول مره هنشوفها فريق ازاي بيلعب، بطريقه لعبهم ازاي، يمكن هم بيلعبوا 4-5-1، يمكن دي طريقه لعبهم والتشكيل. معلش يا سامي انت بيسيحوا لك دلوقتي. استاذ سمير بيلعبني. اتفضل يا طبعا التشكيل يعني المتوقع بتاعهم هم بيلعبوا 4-5-1، يمكن في حراسه المرمى خميس دانيال ده رقم واحد، الاثنين المساكين اوكينا ومصطفى سالم، في اليمين بيلعب يعقوب ادم والباك الشمال لام. الارتكاز بتاعهم بيلعبوا بثلاثة ارتكاز، عبد الكريم رقم 6 وبيتر صندي رقم 5، مانديلا رقم 20، والثلاثة اللي قدام دول بقى نركز عليهم شوية. طبعا هو المدير الفني بتاعهم اسمه موريس ميكائيل. الثلاثة اللي قدام اختارهم إدريسي، يمكن الجهاز الفني تابع الفرقة دي بشكل كويس جدا. إدريسي رقم 11 اللي هو المهاجم، ورقم 7 جيمي ميكائيل ده مميز بعرضياته، ونيلسون مانديلا اللي هو اللعيب الأشول اللي بيلعب ناحية الشمال، لعيب برضه كورته حلوة نوعا ما. يمكن دول الثلاثة اللي فيهم شوية ايه نقطة الخطورة أو نقطة القوة عندهم. نعم. لكن الفريق يمكن لو بصينا بقى على إحسان، هم لعبوا ماتشين عندهم يمكن بطولة كده في وسط وشرق أفريقيا، لعبوا ماتشين مع كامبالا ولعبوا مع مازيمبي. في ماتش كامبالا سيتي يمكن لو بصينا هنلاقي إن الإحصائيات قدامنا على الشاشة، الماتش خلص 1-1. أهم حاجة في الإحصائية دي نبص على الأوفسايد، إحصائية الأوفسايد هنلاقي 7-2، 7 ديت على لاعبي كامبالا سيتي، يعني 7 حالات تسلل على لاعبي كامبالا سيتي. دليل ايه؟ دليل ان فريق اطلع بره بيلعب على ايه؟ على مصيده التسلل، بيلعب دفاع متقدم طبعا بطريقه عشوائيه. يعني في فرق ما بين التكتيك والتكنيك، التكنيك ان المدرب بتاعهم بيوظفهم ان انا هلعب دفاع متقدم، لكن التكنيك طبعا ان انت ازاي توظف الدفاع المتقدم ده. فهم بيلعبوا دفاع متقدم برضو. لو بصينا على الاحصائيات هم لعبوا مازيمبي قدام نادي اطلع بره اهو، النتيجه كانت 6-1، خسروا من مازيمبي 6-1 في البطوله دي، دي كانت من شهرين او من شهر. يمكن لو بصينا على التسلل هنلاقي ان لاعبي مازيمبي وقعوا في التسلل برضو 6 مرات. أيوة. اذا الفريق دوت بيلعب على الدفاع المتقدم. اذا النهارده في فرصه مثاليه لوليد ازارو مهاجم النادي الاهلي ان هو بيمتلك السرعات، ان انت قدامك فريق بيلعب بدفاع متقدم ولكن التكنيك بتاعه مش بيطبقوا الدفاع المتقدم بطريقه مميزه اكيد، لان هم دفاعهم عشوائي جدا، وهنتكلم دلوقتي على نقاط الضعف وهنشوفها. يمكن هم وليد ازارو عنده فرصه كويسه ان هو النهارده يبدا بقى يسجل وياخد وينافس على هداف دوري ابطال افريقيا من بدري. دايما لما تسجل بدري وتجيب هدفين او ثلاثه في المباريات التمهيديه دي بتفرق جدا طبعاً. يعني دايما بنشوف مثلا بتتكون بتخش في دور المجموعات مثلا بتجيب هدفين ثلاثه بتوصل لثمانيه تسعه. اذا النهارده مباراه مهمه جدا لوليد ازارو ان انت تدخل وتسجل في قائمه الهدافين بتاع دوري ابطال افريقيا. طبعا يمكن احنا اتكلمنا على الثلاثه اللي قدام، قلنا يمكن هم رقم 7 المميز بالعرضيات جيمي ميكائيل، ورقم 10 نيلسون مانديلا، ورقم 11 ادريسي اللي هو الهداف بتاعهم رقم 11. اشهر حاجات عندهم في نقاط الضعف زي ما قلنا هم بيلعبوا ايه بدفاع متقدم، عندهم مساحات كتيره. يعني الفريق ده زي ما قلنا بيلعب بيه 4-3-1، دايما الدفاع بتاعهم بيبقى متقدم. فاذا عندك وليد ازارو يقدر يستغل المساحات اللي ورا الدفاع دي بصوره مثاليه، خاصه كمان ان بادئ لعيب زي صالح جمعه لعيب مميز جدا بالتمرير الطولي، وعندك حمدي فتحي والسوليه هيدوك السيطره والاستحواذ في وسط الملعب، وصالح جمعه يقدر يدي تمريرات طوليه مميزه جدا لوليد ازارو قدام الدفاع المتقدم اللي بيلعب فيه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان. يمكن لو شفنا بقى نقاط الضعف، نقاط الضعف كتير جدا بالفيديوهات. الفيديوهات دي اول حاجه، اول فيديو معانا حالات كتير جدا، يمكن دي الفيديوهات دي حصريه لبرنامج ملعب الاهلي. اول حاجه نبص هم اللي لابسين اصفر، طبعا نبص الهدف جاي منين، زيك جاي طبعا منين، جاي من الباك الشمال. المساحات اللي ورا الباك الشمال، بص حضرتك المساحات اللي ورا الباك الشمال عندهم محمد هاني، ادي ده مثلا لو محمد هاني بيعمل العرضيه دي في الباك الشمال عندهم ثغره دفاعيه واضحه. محمد هاني النهارده دوره مهم جدا في التقدم واستغلال الباك الشمال. ادي كوره اهي تاني عدت من الباك الشمال، بص اهو ايوه عدت من الباك الشمال برضو واتلعبت هجمه خطيره. كل الفرص الخطره في المباريات اللي هي البطوله اللي لعبوها الاخيره، ادي برضو قدام مازيمبي، مازيمبي بيعمل عرضيه اهو، الباك الشمال دايما عنده حاله من السرحان. كل هجمه خطيره لفريق للفرقه برضه اهو، ده مازيمبي اهو، دي جت هدف اهو عرضيه الباك الشمال عندهم دايما. كل الحالات للفرقه ديت عندهم مشكله ناحيه الباك الشمال. اذا محمد هاني وحسين الشحات النهارده في الجبهه دي يقدروا كبير يصنعوا منها الفارق. ايوه دي اول نقطه ضعف واضحه في الفرقه دي الناحيه الشمال. ده برضو دي بقى مشكله العرضيات. الفيديو الثاني اللي معانا اهو العرضيات عندهم مشكله واضحه في الكرات العرضيه، التمركز دي يمكن الفريق طبعا فرق كبير جدا ما بين النادي الاهلي والفريق دوت،
ولكن التمركز في الكرات العرضية الخط الدفاع سيء جدا زي ما احنا شايفين النهاردة. نقدر نستغل ادي برضو ادي علي معلول لما ينطلق من ناحية الشمال ده مازيمبي قدامهم. اذا النهاردة الاطراف دورها مهم جدا. الفيديو ده بيبين كده ان محمد هاني وعلي معلول مهم جدا الاطراف تشتغل بشكل كويس جدا، يطيروا دايما، نفتح الملعب دايما للاطراف ونستغلها. الفيديو اللي بعد كده معانا ده التمرير الطولي، بص حضرتك الدفاع بتاعهم عشوائي جدا، سهل جدا ان انت تفوت منه في واحد على واحد. ادي تمرير طولي في ظهر الدفاع، عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا، يعني الباك الشمال والكرات العرضيه والتمرير الطولي، الثلاث حاجات. اذا يعني الفيديو مخصص، ادي برده تمرير طولي اهو، كل المشاكل الدفاعيه الموجوده في فريق اطلع بره هتلاقيها موجوده. تقدر محمد هاني يستغل الجبهه اليمين، علي معلول يقدر يستغل الجبهه الشمال، الاختراقات من العمق سواء من وليد ازارو، قلنا ان الفريق ده بيلعب دفاع متقدم زي ما احنا شايفين دايما كلهم واقفين بره ال 18، فسهل جدا ان انت تخترقهم سواء من العمق او من الاطراف بالكرات العرضيه. ادي اهي هم زي ما احنا شايفين كده الفريق كله واقف بره ال 18، فعندهم عيوب دفاعيه كتيره جدا نقدر ان شاء الله ان هي نستغلها. بس هتستغلها ازاي؟ بالهدف المبكر. تمام، لو جبت هدف في اول 10 دقائق او ربع ساعه سهل جدا ان انت المباراه تفتح ان شاء الله. دي حاجة مهمة جدا للنادي الاهلي النهارده. يمكن احنا قلنا المشاكل رقم واحد المساحات اللي ورا الباك الشمال، قلنا محمد هاني وحسين الشحات يقدروا يستغلوها. المشكلة التانية عندهم قلنا التمركز في الكرات العرضية سيئين جدا قلبين الدفاع، سهل كمان ان هم عندهم البطء. النقطة التالتة ان البطء بتاع قلبين الدفاع ده مع ان انت بتلعب دفاع متقدم سهل جدا وليد ازارو يستغل البطء الموجود، وان انت وسرعات وليد ازارو سهل ان هم يرتكبوا معاه ضربات جزاء، سهل ان هو يجيب اهداف. والنهارده وليد ازارو قدامه فرصه ذهبيه ان هو يبقى منافس قوي جدا على هداف دوري ابطال افريقيا من البدايه. دايما البدايات بتفرق والبدايات هي اللي بتصنع الفارق وبتدي رسائل للمنافسين. ايوه. النقطه الرابعه برضو زي ما قلنا التمركز في الكرات العرضيه بصفه عامه سيء جدا للفريق ده، فاذا عندهم مشاكل كتير جدا نقدر ان احنا ان شاء الله نستغلها النهارده وتبقى بدايه كويسه. يمكن شفنا بيراميدز امبارح ادى رساله كويسه للمنافسين في الكونفدراليه، ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يدي رساله كويسه للمنافسين. تمام، طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. عايز تقول حاجه عن النادي الاهلي؟ طبعا بالنسبه يمكن النادي الاهلي النهارده يمكن التشكيله الناس ممكن تتكلم على الصفقات تدريجيا واحده واحده، ممكن كان ممكن في بعض اللعيبه ممكن كانت تدخل زي مثلا قفشه ممكن يصنع الفارق مثلا في الشوط الثاني، ولكن طبعا هي رؤيه الايه الجهاز الفني ان هو عايز يثبت التشكيل، عايز يحافظ على التشكيل ويبدا يدخلهم بالتدريج. ولكن في لعيب زي كان مثلا قفشه ممكن اعتقد ان هو ممكن في المباراه الجايه يدخل لان هو ممكن يصنع الفارق، خاصه النهارده كنت شايف ان هو ممكن يكون له دور. صالح جمعه مثلا ملوش بديل النهارده في الدكه، يعني البودلاء، احمد الشيخ، اجايه، جرالدو، مفيش صانع العاب مميز قوي، فكان قفشه ممكن يكون له دور النهارده. دي يمكن، لكن طبعا التشكيله يعني تشكيله مثاليه للنادي الاهلي، حمدي فتحي وعمرو السوليه يعني ثنائيه ممتازه جدا في وسط الملعب، هتديك السيطره والاستحواذ في وسط الملعب، خاصه اللعيب زي حمدي فتحي ده اصبح العمود الفقري للنادي الاهلي في وسط الملعب. صالح جمعه ان شاء الله يعني يديك تمريرات طوليه ويديك تسديدات تقدر ان انت تستغله النهارده ان هو يدي تمرير طولي لوليد ازارو يستغل الدفاع المتقدم اللي اتكلمنا عليه. وقلنا الناحيه الثانيه حسين الشحات والحاله الاخيره اللي بيمر فيها، حاله الفوقان اللي بيمر فيها، حسين الشحات يقدر يستغل الثغرة الموجودة ناحية الباك الشمال مع محمد هاني برضو بيمر بفترة طيبة جدا. علي معلول لاعب الموسم في الموسم اللي فات مع النادي الأهلي يقدر ان هو يستغل ويعمل عرضيات برضو. وعلي معلول على فكرة كان مقدم بطولة كويسة جدا في دوري ابطال افريقيا برضو السنة اللي فات، هو لاعب الموسم كدوري ودوري ابطال افريقيا، فعلي معلول برضو نقدر ان نستغل خبراته. رمضان صبحي وعلي معلول والجبهة الشمال القوية، فاذا التشكيلة برضو جاهزة وثبات رامي ربيعة وايمن اشرف في خط الدفاع. يمكن هو برضه مدي فرصه لعلي لطفي في المباراه دي ان هو يبدا ياخد من بدري ويعمل عمليه الروتيشن يعني. تمام، يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. ان شاء الله بعد المباراه نشوف بقى اهم الارقام والاحصاءات في هذه المباراه، واهم الارقام تحديدا للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، لان عندنا او تحضيرا طبعا لمباراه اهم واقوى الحقيقه يوم السبت القادم، دي هنتكلم عنها في وقتها. خلينا انا بشكرك جدا يا دكتور احمد، وان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه. شكرا لحضرتك. هنطلع تقرير عن ضربه البدايه، ضربه البدايه دائما ان شاء الله ما تكون جيده للنادي الاهلي. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير زي ما قلت لحضراتكم فقرتنا الثالثه والاخيره قبل المباراه، ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال، هيحللوا لنا اداء النادي الاهلي او النادي الاهلي هيلعب ازاي، وايضا هيكلمونا عن الغيابات اللي موجوده وعن كل شيء يخص هذه المباراه. نطلع نشوف تقرير ضربه البدايه للنادي الاهلي، وبعد كده نرجع نستقبل نجومنا الكبار.
معلش يا جماعه كنت بتكلم عن الفته. النهارده زي ما حضراتكم عارفين يوم الفته، فدايما بنتكلم على الفته. خلوني ارحب بنجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير. ازيك يا كابتن؟ كابتن اسلام، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب. فطرت فته ولا ما فطرتش الاول؟ نكمل بقيه كلامنا. لا الفته فين؟ احنا عاوزين نفطر بعد الماتش ان شاء الله. خلاص يبقى بعد الماتش، احنا ما حدش فينا فطره بعد الماتش ان شاء الله. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، ازيك يا كابتن؟ كابتن اسلام، كل سنه وانت طيب وقناه الاهلي طيبه وجماهير النادي الاهلي بخير وشعب مصر كله. فطرت يا كابتن فته؟ معلش، احنا زمان كنا بنقلي كبده والبتاع ده. نفسي نعمل الكلام ده. بلال يمكن؟ بلال اللي هو الوحيد فينا اللي عنده. سنه طيبة يا بلال. طيب ربنا يخليك يا اسلام. سنه طيبة. بارك الله فيك يا رب وعلينا جميعا يا رب. يا رب سنه سعيده علينا جميعا وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى فريق النادي الاهلي، ودايما يبقى دايما جمهور النادي الاهلي في ظهر فريقه. كابتن فتحي، خليني ابدا مع حضرتك كلامنا الجد بقى. نبدا بتشكيل النادي الاهلي ورايك في تشكيل النادي الاهلي، وحضرتك قلت لي او ايه رايك في عدم وجود الشناوي في هذه المباراه؟ هو زي ما نعرف ان الشناوي كان عنده بعض الاجهاد، والراجل حب يفكر انه عنده بيراميدز وعنده مباراه بعد كده ففي خلال اسبوعين، فقال لك انا اريح لان الفرقه دي ممكن فرصه ان انا ادي علي لطفي ان اجيبه، وحضر الشناوي كقوه ضربه ليا ورقه رابحه ان انا العب بيها بعد كده مع بيراميدز. فيمكن ده بالنسبه للشناوي. بالنسبه للباقي التشكيل بقى حضرتك شايفه ايه؟ هو مثبت التشكيل من يوم مباراه المقاولين. مظبوط، تقريبا هي دي المقاولين ولعب بها الزمالك. ولعب باستثناء وليد سليمان طبعا. باستثناء وليد سليمان وصالح اللي بيلعب مكانه برضه، هو كان هو ده التبديل الوحيد. حضرتك وليد برضه خلي بالك زي ما عنده نفس الاجهاد اللي هو بيريحه، فمخليه للماتشات الماتش تقيل اللي هو شايفه بيراميدز اللي هو هيكون السبت القادم ان شاء الله. نعم. وده برضه مباراه من المباريات الكبيره يعني، مناسبه كبيره لازم هكون لها فيه. اما بالنسبه للتشكيل عموما فهو لم يغير حد، بالاضافه كمان انه لم يضيف احد من الصفقات الجديده. مزبوط. لم يقدمهم حتى الان. هل هو محتفظ بيهم لغرض معين يعني لانه بيكمل باللي تكسبه لعبه يعني الفرقه اللي هو وجهه نظر حضرتك ايه يا كابتن؟ لا، وجهه نظري ان كان لابد ان يكون في واحد او اثنين منهم، خصوصا هذه المباريات فريق اطلع بره من الفرق اللي ممكن هي. انا ما فيش حاجه في الكره اسمها سهل، صح؟ لو سمحت، ما فيش كره سهله، ما فيش فريق ما يحترمش، ما فيش فريق ما نخافش منه. امتى اي فريق تقول له ضعيف؟ بعد انتهاء المباراه. يعني بعد انتهاء المباراة اما تكسبه 3-4 انه ضعيف، لكن قبل المباراة اوعى تقيم الفريق نظري لان كده هتبقى في خطورة علينا. لكن كان لازم ان يكون موجود مع بدلاء من بعض العناصر اللي هو اشتراهم او اللي دعموا بهم الفريق، قد يجوز ينفعوه مع بيراميدز او ينفعوه في المباراة الفاصلة. كابتن شريف، وجهه نظر حضرتك في هذا الموضوع ايضا، لانه موضوع مهم. يعني احنا خلاص طمنا على موضوع الشناوي، ان الشناوي عنده اجهاد وتم الاحتفاظ به للمباريات القادمه. فعلي لطفي برضه ياخد، وواحد من اللاعبين الجيدين، ولما لعب السنه اللي فاتت اثبت جداره. لكن دلوقتي وانا دايما قلت لحضراتكم هنا احنا مش هنعمل حاجه، مش هنطبل، مش هنتكلم، لا هنتكلم في شيء واحد فقط وهو المصلحه. وبالتالي احنا شايفين ان زي ما حضراتكم سامعين من الكابتن فتحي، وهنسمع برضو راي الكابتن شريف في هذا الموضوع، لان ده سؤال هيطرح، هو لماذا لم يتم اختيار حد من الصفقات الجديده في هذه المباراه؟ كابتن شريف، كابتن فتحي قال ان هو كان وجهه نظره ان هو يبقى واحد او اثنين موجودين. وجهه نظر حضرتك برضه. هو كويس ان هو بيشرك علي لطفي في مباراه المفترض انها مش مباراه قويه بالنسبه بالارقام الفريق يعني اقل يعني لغايه اللي احنا زمان كابتن فتحي نبقى نتعرف على المباراه من الداخل يعني. كويس قوي ان علي لطفي بياخد اذا كان في ظروف او عدم ظروف بالنسبه لمحمد الشناوي، انما دام الاستراتيجيه بتاعت ان هو يدي لاعب في مباراه زي علي لطفي يدخله في الفورمه بجانب محمد الشناوي، ما هو بالادهى كابتن فتحي زي ما انت قلت ياخد من اللعيبه اللي جايه دي ويخليهم معاه، في حين ان هو يخش بسرعه في الفرمطه بتاعت النادي الاهلي او شكل النادي الاهلي بيبقى عامل ازاي، طعم المباريات الاولانيه بتسهل بالنسبه لاي لاعب في دول تبقى صعب عليه هو.
لما بتبقى في حكايه سهله بقى من الناحيه الثانيه المنافس نقدر نطعم في اخر ثلث ساعه في اخر 25 دقيقه. يعني حضرتك مع نفس وجهه النظر؟ اه طبعا انا في نفس وجهه النظر، لان مش في ظروف بتجيلك سهله وتقدر تتعرف بيها على الوارد الجديد يعني او الشكل الجديد. انت احنا شفناهم اه فرق ثانيه بتلعب بس سيكولوجيتهم مش مع فريق النادي الاهلي، مش مع رمضان مثلا وازارو وعمرو السوليه او حمدي فتحي، في لعيبه هتلعب جنبهم لازم يبقى في لغه تعامل في نفس الشكل وفي نفس المضمون. فانا طبعا مع كابتن فتحي في النقص ان هو كان لازم يكون حاطط ناس زي دي. انما في حاجه ثانيه واهم انا بالنسبه لي في التشكيل. انا عايز ابعد، انا جاي لي التشكيل 4-4-2 بالصدفه يعني مكتوبين كده من الاعداد، يعني هم جايين زي ما انا عايز، زي ما انت عايز. يعني انا عايز العب 4-1-3-2 يعني نفسي بقى ان احنا يبقى عندنا انياب فعلا بجانب ازارو قدام، يعني لازم يكون في محطه هجوميه جانب وليد ازارو الى ان البوابه تتفتح والدنيا تبقى كويسه ويحصل تهديف ويحصل مساعده لازارو انه يبقى اكثر حريه وفي لعيب جنبه بياخد العين عنه او هو يقدر يتحرك ناحيه اليمين واللعيب اللي جنبه يعمل معاه سويتشات رايح جاي، يبقى في حركه هجوميه لان ده النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي هو المصنف 8 بطولات افريقيه، اقرب واحد ليه وراه 5. فاحنا لازم وكنا بنعتمد ان احنا بنخوف الدنيا كلها، واحنا عندنا اطرافنا شغاله زي الفل الحمد لله، نص ملعبنا بقى جميل جدا، مش ناقص عندي غير الحته الهجوميه دي، هي دي الحاجه اللي انا بامل وفي مباراه زي دي النهارده ان احنا نطبقها باذن الله. تمام كابتن بلال، يعني كابتن شريف وكابتن فتحي قالوا وجهه النظر، وانت الاول مع وجهه النظر دي ولا لا؟ اول لا وبعد كده هسالك سؤال تاني. لا انا مع ان يلعبوا ويبتدوا يعني. يبتدوا كمان. الا يعني طبعا. الا يعني الا اذا حاله دراسه ان المدير الفني يكون درس فرقه تطلع بره وشاف ان هو لابد انه يستقر على التشكيل الثابت بالنسبه له، يعني شاف ان الفرقه دي من الفرق الجيده او الفرق القويه اللي منافستها صعبه جدا، وده ما بيحصلش دايما في الادوار التمهيديه، يعني كل الادوار التمهيديه على مر العصور يعني ما شفناش فرقه بتنافس النادي الاهلي مثلا في مباراه يعني هيد تو هيد ان الفريق يكون منافس قوي وجيد. فبالتالي انا كان وجهه نظري اللعيبه اللي موجوده بارقامها الكبيره، لعيبه امكانيات كبيره جدا، هو ده هي دي المباراه اللي ممكن تشوفها وتتفرج عليها بالظبط. واللعيبه اللي طلبها مش انا ولا كابتن فتحي ولا حتى وساعد مجلس طبعا. فانا كنت شايف ان هم يبتدوا المباراه. طيب بتتكلم في عنصرين او ثلاثه. حلو جدا يبتدوا المباراه. ما هم ثلاثه يبتدوا المباراه. طيب ما هو لو ابتدى المباراه زي ما حضرتك بتقول، او لو قعد احتياطي او استعان بيهم خلال المباراه زي ما كابتن فتحي وكابتن شريف بيقول، كان هيبقى يجي مثلا على حساب مين؟ خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه مع الناس. كان هيجي على حساب على اللي قدامنا ده مثلا، كان هيجي محمود متولي على حساب ياسر ابراهيم. ماشي تمام. كان هيجي اليو ديانج على حساب عاشور. كان هيجي مجدي قفش على حساب يا اما احمد الشيخ يا اما جيرالدو. تمام مظبوط. طب ايه رايك؟ ده وضع طبيعي، خد بالك في المباريات اللي زي دي، احنا عايزين نوصل للناس بالظبط في المباريات اللي زي دي النهارده. انا ممكن يبقى عندي اللعيبه الاساسيه ما بتلعبش النهارده تمام، او اللعيبه اللي انا بعتمد عليها او التشكيل الاساسي بالنسبه لي ممكن اخرج منه عنصرين 3-4 النهارده متاح. في مباراه زي النهارده وارد جدا انك تخرج اكتر من 3-4 عناصر يا كابتن. نعم مباراه سهله بالنسبه لك يعني، انا ما شفتش الفرق ما اعرفش. مش تقليل عشان مش تقليل مش تقليل انت خالص. مش بتقلل انك بتشيل ياسر وبتحط متولي، مش تقليل. دي طبيعه كره القدم. اكتشاف اللعيبه اللي انت جايب في النهايه يا جماعه هتشوفهم امتى وتجربهم امتى اسلام كره القدم. ربنا يديله الصحه كابتن محسن صالح عندما كان مدير فني للنادي الاسماعيلي قال لي اسلام كره القدم الظلم فيها عدل يعني يعني انا وجهه نظري ان بلال يلعب وممكن يجي مدرب تاني يقول لك لا بلال ما يلعبش. مظبوط. ففي النهايه هي وجهات نظر. هي وجهات نظر. حاجه ثانيه وجهات نظر. عشان كده احنا بنتكلم في ان سهوله وصعوبه الماتش. هل الماتش النهارده صعب لدرجه انك بتحتفظ بكل العناصر الاساسيه وحتى كمان العناصر اللي موجوده على دكه الالعاب بالنسبه لك؟ ممكن دي تكون تقدير المدير الفني، ممكن كمان يكون تقدير المدير الفني ودي وجهه نظر ومدارس ثانيه مختلفه، ان انا بلعب ببتدي بطوله افريقيا، بلعب مباراه سهله. أيوة. مع فرقه سهله، فعايز اجيب سكور عالي جدا، ابتدي اعمل خضه بالظبط لكل الفرق المنافسه. صح. دي ممكن تكون وجهه نظر برضو النهارده مثل اللي صارت في المباراه النهارده، لكن انا بكلمك في الاوقع انا اشتريت 3 لعيبه انت اللي طلبتهم، عناصر مهمه جدا عايز تدخلهم للفرقه، هي دي المباريات يا كابتن اللي من خلالها تقدر تدخل وتزق العناصر عشان كمان تحكم على مدى انسجامهم تمام للفريق، على مدى مثلا استيعابهم للتكتيك اللي انت هتشتغل بيه. النهارده في 3 عناصر داخلين وانت كمان عندك مباراه صعبه اللي جايه، يعني انت النهارده
ابتداء من المباراه دي اللي بعد كده يبقى صعب. انت عندك دور ال 16 مع بيراميدز الماتش اللي جاي. بيراميدز امبارح ظهر بمستوى متميز، مستوى جيد برضو، ده فريق برضو مش كبير، ولكن المستوى والاداء اللي ظهر بيه بيراميدز يدل ان هو فريق استعد بشكل جيد لبدايه الموسم بالظبط كده. فعشان كده كان وجهه نظري النهارده انك تشرك بعض اللاعبين اللي تم التعاقد معاهم، تمام، عشان تسهل الامور عليك انت كمدير فني كمان، تشوف هل اللعيبه دي دخلت في اجواء الفرقه، هل حصل انسجام، هل ممكن النهارده اللعيبه دي ممكن النهارده تدخلهم برضو بيراميدز. بس عايز اقول لكم حاجه، هو ما غيرش ولا ادانا فكره قبل كده في الموسم اللي فات، هو ده الشكل بتاعه. هو ما بيضحيش او ما بيغامرش او ما حتى الماتشات اللي فاتت دي كنا كلنا قاعدين نتكلم على حته صالح جمعه اللي هو المحرك وان وليد تعبان، يقدر وليد يبقى سويتش، يبقى صالح هو اللي بيبتدي ووليد هو اللي موجود عشان يريح. حتى لا في النهايه كمان برضو هو ما بيغيرش. في النهايه كلام الكابتن بلال وجهه نظر يعني ان هو يقصد، وصحح لي لو غلط يا بلال، ان انت تقصد ان في النهايه حتى لو المفروض يلعب الناس دي ولازم تبقى في ناس بره. اكيد ده طبيعي، ده طبيعي، ده الوضع الطبيعي. خد بالك يعني انا الوضع الطبيعي، انا لما بتعاقد مع حد بيبقى عندي رؤيه في حته التعاقد معاه. انا بجيب لعيب ممكن ما يدخلش دلوقتي، تمام، او ممكن ما يبتديش بشكل اساسي، ممكن يبقى موجود على دكه البدء لحين انسجامه ودخوله مع الفرقه، تمام، ويبتدي يبقى له دور اساسي. ده وضع طبيعي، انت السنه متغيره، هيلعب بيلعب مثلا ممكن يلعب 25 لعيب، ممكن يلعب 30 لعيب. السنه اللي فاتت لعب تقريبا يا كابتن كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي كلهم اشتركوا. فانت بتتعاقد النهارده والسنه دي، خاصه السنه دي كمان يا اسلام، ان انت ما تعاقدتش مع كم كبير، انت تعاقدت مع اللعيبه اللي انت اعتقد ان انت محتاجها في الاماكن. انا بختلف مع ناس كثيره في النقطه دي، لان النادي الاهلي بدا تعاقداته الفعليه بدايه من يناير، فلما تيجي تحسبها لا انت تعاقدت مع مجموعه كبيره جدا من لا انا بتكلم على تتناسب مع احتياجات المدير الفني. بالظبط، انا بتكلم على دليل ان المدير الفني، برافو عليك، بدليل ان المدير الفني في شهر 6 يعني طلب 1 2 3 4 الناس اللي طلبهم جول. صح، انا بتكلم على الاحتياج. انت النهارده قلت انا محتاج في البوزيشنز دي 3 لعيبه، عايز واحد في الـ في الـ في الـ في السنتر باك، وعايز واحد في الميد فيلدر، وعايز واحد لعيب تاني في مكان تاني. فانت تعاقدت مع اللعيبه المناسبه او اللي انت شايف ان الاماكن بتاعتهم مناسبه بالنسبه لك انك تتعاقد معاهم. فبالتالي كان واجب النهارده انك تدي فرصه، حتى زي ما قال كابتن فتحي من شويه وكابتن شريف، على دكه البدلاء ممكن يكونوا موجودين تستعين بهم في وقت من الاوقات. النهارده لو كسبان 3 4 ما انت ممكن تدي فرصه لدخول الاجواء. انت اللعيب برده مش محتاج انك تدخله في وقت صعب. طيب يعني عموما كابتن فتحي خلاص، هو ده الفريق، هو ده الفريق اللي قدامنا، وهو ده الفريق اللي هيلعب علي لطفي، علي معلول ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين، ايمن اشرف ورامي ربيعه، سلية وحمدي فتحي، الشحات وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعه، ومن امامهم وليد ازارو. وجهه نظرك في هذا التشكيل، هل التشكيل ده يستطيع ان هو يبدا هذه المباراه بشكل جيد؟ لان احنا طبعا ما بنسهلش ولا ده، ولكن في النهايه لما بتيجي تقرا عن فريق اطلع بره جنوب السودان، فارق كبير جدا في التاريخ وفي الفنيات وفي المهارات، حتى هم المدرب بتاعهم قال كده، ولكن زي ما حضرتك بتقول كره القدم لا تعرف الا الملعب. الملعب دور اولا، احنا في دور 64. ايوه، فزي ما كان كابتن بلال وكابتن شريف بيقولوا ان احنا عاوزين نخض الفرق اللي قدامنا. الكلام ده بنسبه الاهداف وان انا اجيب اجوال كتير. أيوة، لو بلعب مجموعه واحده وعايز اجيب اجوال كتير، يبقى هدفي ان انا اسجل اهداف، يبقى انا ثبت. انا لازم المباراه ما يكونش لها هدف واحد غير الفوز، خصوصا المباراه اللي هي لا تصل الفرق اللي قدامي مش فرق قويه. فبنعمل ايه طبيعيا كمدرب؟ ان انا عندي حاجتين، عندي الفوز وعندي ان انا اجرب مجموعه اللعيبه. فهو دلوقتي الفوز ماشي، النادي الاهلي باي 11 موجودين عنده هيقدر يفوز فيهم. الجزء الثاني من السؤال هو مش هيعمله، انه بيجرب لعيبه ثانيه. انا كنت عايز يستغل هذه المباراه في الحاجتين، يبقى الهدفين يتحققوا، هدف ان انا افوز في المباراه، ده نمره واحد. الهدف الثاني ان مجموعه اللاعبين اللي عندي، وخصوصا احنا بنقولش مش بنقلل من اللعيب اللي هو فلقا. ابن النادي اللي بقاله سنه ولا سنتين. ما هو كابتن لا معلش، انا النقطه دي اصل مهمه زي ما كنت بتقول، وهو بلال شرحها وكابتن شريف شرحها. انا بقول كده ليه؟ لانه في النهايه كره القدم، انا وجهه نظري ان بلال يلعب. لا حضرتك وجهه نظرك ان بلال ما يلعبش. ما فيش مجامله للاعب يلعب على لاعب. احنا في النهايه مجامله، ولكن بنتكلم على
ان وجهه النظر ان المدير الفني هو اللي بيحط ال11 لاعب اللي بيشتركوا او ال18 لاعب اللي موجودين يعني من وجهه نظره هو اللي شايف هو اللي مع اللعيبه هو اللي سواء في الظلم عادل لما انت هتظلم النهارده لكن انت حاسس انك مظلوم لكن انت ما انتش مظلوم المدرب شايف ان هو المدير الفني شايف ان ده بالظلم ده الصح ما يجب ان يكون فهو كان لابد بعض اللعيبه ما بنقولش يبداوا على الاقل يكونوا موجودين النجاح الوحيد في ال11 لعيب دول علي لطفي ان انت دلوقتي بتدخل علي لطفي اللي انت مضطر غصب عنك لازم يكون موجود ليه لان الشناوي دلوقتي هو مكد وبمزاجك بتريحه لا قدر الله لو حصلت له اي حاجه ملكش حل غير علي لطفي اذا البديل بتاع الشناوي لابد ان يتم تجريبه اما بقيه اللاعبين هو ما عندوش الجراه انه يعني ان انا شايف انه يجرب لعيبه من اللعيبه الموجودين مع ان اللعيبه اللي موجودين متميزين وعندهم خبره وعندهم اداء عنده ادفانتج كبيره جدا يعني بيلعب الماتشين على ارضه هنا كمان ممكن يلاقي 11 ده عنده حريه ده عنده حريه يحمل اللي هو مداله بس هو على حسب نتيجه الماتش ممكن بس هو مش قادر يلعب غير زي ما هو بيلعب ليه كده هو ماله انا راجل بكسب بدول انا سمعتي كمدرب اكسب لي 3 4 0 النهارده باللعيبه بتاعتي اللي انا ضامنها انا مش ولازم يفكر مش هقامر انا مش هقامر واجيب لعيب جديد واشوف هيديني ايه او انا عايز البدايه تبقى بدايه صح وعايز اعمل لي ماتش كويس ولما احب اكلم او احب ادخل عندي ماتش تاني برده في نفس الملعب كمان كام يوم على ارضي برده يعني هو عنده ادفانتج جامده جدا بس الشريف بين الماتشين بين الماتشين في ماتش اهم برده لا يقل اهميه تكون المفاجاه مفاجاته لحد اللي هي بيراميدز ايوه في بيراميدز يعني اقصد ان هو لا ما لا اقصد ده لو حط التشكيل ده بيراميدز هيشركهم في بيراميدز اعتقد صعب معادله صعبه قوي اعتقد صعب هو لا هو تفكيره لا طب يعني انت ايه ما عندكش ليه بتحطني انا في الضغط بتاع كاس مصر ما خلينا في مباراه النهارده خلينا نسيب بيراميدز هيبقى الوقت لا انا بتكلم في الحته الصغيره ليه يحط اللعيبه اللي احنا لسه بنقوله في ضغط بيراميدز يعني طب ما تلعبه النهارده شويه جربه النهارده وبعدين وديه على بيراميدز وديه يبقى انت عندك اكتر من لاعب جاهزين للمباراه مش جاهزين انهم يمارسوا كره القدم لان جاهزين لمباراه النادي الاهلي بالظبط ما محدش عارف النادي الاهلي محدش عارف ديانج ده بقاله قد ايه ما اتمرنش ما لعبش ما دخلش محدش عارف في محمود متولي محدش عارف قفشه هيعمل ايه بقاله كتير ما لعبش ما اتمرنش ما عملش عموما هنشوف كل الكلام ده لكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه وكلامنا عن تشكيل النادي الاهلي بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين بلال اعتماد النادي الاهلي دائما على محمد هاني وعلى علي معلول والنهارده كمان نقاط ضعف واضحه جدا وكبيره جدا لفريق اطلع بره جنوب السودان على اطرافه طبعا انت عندك اتنين مميزين جدا يعني اتنين من اهم العناصر اللي موجوده حتى كمان في مصر بشكل عام محمد هاني لعيب بروميسنج لعيب عنده امكانيات كبيره لعيب دريبلر بيعرف يعمل كروس باس عندك علي معلول من افضل اللعيبه اللي موجوده في او اللي ادت موسم رائع الموسم الماضي انا بشوف ان هو افضل لعيب او احسن لعيب في مصر الموسم الماضي الحقيقه بكل المقاييس يعني لعيب عنده سبيريت عاليه جدا بيسجل اهداف بيصنع اهداف متواجد عنده شخصيه في الملعب يعني شخصيته من شخصيه النادي الاهلي يمكن خد بالك يعني دي ميزه الحقيقه في النادي الاهلي ميزه كبيره جدا انك لما بتجيب لعيب ويعيش معاك شويه ويتعامل ويلعب معاك في النادي الاهلي يعني بتنطبع شخصيه النادي الاهلي على شخصيه اللعيب علي معلول تحس ان هو مولود في النادي الاهلي لعيب عنده امكانيات وقدرات عاليه جدا اثنين من اهم مفاتيح اللعب اللي موجوده في الدوري المصري بشكل عام وكانت في فرقه بشكل مميز جدا محمد هاني بيعرف يعمل كروس باس بشكل كويس قوي الكروسات بتاعته متقنه بشكل كبير جدا بيغطي بشكل كويس قوي لانه لاعب حته السنتر باك مزبوط. فانت دايما اللعيب اللي بيلعب في القلب دي انت لعبت الحته دي وعارف كويس قوي فحته التغطيه بالنسبه لك بتكون سهله قوي ما بتعملش يعني ممكن فيها دماغك اكتر من قوه ممكن يكون هو مميز شويه عن علي معلول في الحته دي يعني علي معلول ممكن يكون هو بيزيد كتير قوي حته التغطيه العكسيه بتكون قليله شويه اقل من محمد هاني مميز في الحته دي بدوره انه لاعب حته السنتر باك فالتغطيه العكسيه موجوده بشكل كويس والدفاع موجود بشكل كويس قوي فاثنين بيغطوا
دفاعيا كويس، بيدافعوا بشكل كويس، بيضموا كمان للقلب بشكل كويس، لعيبه من اللعيبه اللي تقدر تعتمد عليهم في بنايه الهجمه. يعني في عندك باكات رايت عندهم ممكن يكون عندهم سرعه كبيره يا كابتن، بس ما تقدرش تعتمد عليه في حته بنايه الهجمه، لكن دول بكرتهم وامكانياتهم الفنيه العاليه تقدر تعتمد عليهم في بناء الهجمه. في الماتشات السهله والبسيطه اللي زي دي ممكن يكونوا هم الاداه المميزه جدا بالنسبه للكندي، لانك تعمل الكروسات الكبيره جدا انه يكملوا انه يسجلوا اهداف. في المباريات الثقيله ممكن يهدوا شويه او رتمهم يهدوا شويه. انا بشوف ان الماتش ده بالنسبه لهم الاثنين هيكون ماتش انطلاق، يعني هينطلقوا دايما لقدام البدايه. اي بالظبط، هينطلقوا كمان لقدام كتير. هم الاثنين مميزين قوي في اللعب الهجومي، يعني اثنين باكين مميزين قوي. في باكات بتشوفها تحس ان هم الدور الدفاعي بيبقى غالب شويه، لا محمد هاني وعلي معلول الدور الهجومي هو اللي بيبقى غالب شويه عن على الحته الدفاعيه. كابتن شريف، انت يعني دائما ما يكون كلامك على الناحيه الهجوميه ان احنا محتاجين دايما يبقى عندنا انياب مخالب اكتر. طيب ما انت عندك اكتر من حسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعه ومن امامهم وليد ازارو، عندك اكتر من كده ايه؟ التحرر بقى، يعني ان اللعيبه دي تتحرر من حتى لو بيقول العب 4-2-3-1. انا كلاعب النهارده وشايف خاصه يمكن المستوى اللي احنا بنتكلم عنه اقل بكثير من النادي الاهلي او من اي فرقه تانية المفروض، يعني وجه جديد احنا هنقابله. انا عارف ان الفرقه دي الفرقه بتاعه السودان لعبها بس قوتها في التاكلينج بتاعهم، يعني ما بيهزروش كرات العادي. يعني ما يعني لازم اناكل كتير. اناكل كتير اهو. لازم نبعد عنهم الحقيقه، واسالوني انا يعني لازم نبعد عنهم خالص، ما نروحلوش لغايه عنده يعني. يعني رمضان صبحي يجي له كره ويخلط بسرعه ويسرق ويروح. الشكل اللي انت بتكلمني عنه اللي انا بحبه التحرري ده اللي هو الهجومي، هكمل كلام بلال بقى. يعني يبقى عندك الاطراف الجميله دي بتجري، لازم ابص الاقي في 2-3 جوه 18. يعني لازم عمرو سوليه ده انا ملوش دعوه بحمدي فتحي النهارده، ده الاقيه طاير ولاقي رمضان صبحي هو اللي جوه، وساعات الاقي سوليه بيطلع على الاطراف ويطلع معلول هو. يعني انا عايزه يبقى عامل حاله لمعلول حتى زي ما كل مره بيروح بالعرض يشوفه عند ال 18، عشان الكل بيبقى بيهجم وهو جاي من ورا، فبيقدر معلول يعملها له وهو بياخدها ببطن رجله ويحطها، وعملوها اكتر من مره السنه اللي فاتت الحقيقه ونجحوا. ودي ميزه علي معلول انه بيشوف كويس قوي لما بيوصل ناحيه الاطراف. فهي اللعيبه كلها، حسين الشحات النهارده لازم يحرر نفسه زي ما حرر نفسه في اخر مباريتين، عنده فنت، عنده تحرك، عنده فكر، عنده شخصيه لنفسه، بيعتمد على نفسه ان هو اللي يكسبك، ازاي يعمل لك واحده عرضيه كويسه او يودي حد او هو اللي يعمل الدريبلر ويروح يخش جوه ال 18 ويجيب جول. يعني الحالات دي اللي انت بتسالني عليها دلوقتي هو ده اللي انا عايز اشوفه. صالح جمعه احنا عارفينه الاداء والايقاع والريتم والاستلام والتسلم من ناحيه الدفاع وهي جايه من ورا لغايه الناحيه الهجوميه، وهو كمان لعيب من اللعيبه اللي هي بتزود جوه ال 18 وعنده من الكوره ان هو يقدر يدخلني ويجيب لي جوال ويعمل كل حاجه هو عايزها. عارف يا كابتن انا كان نفسي في مش هلاقي يا بلال اسهل من المباراه دي طبعًا. ان انا اطلع اللي عندي. ده انا عايز اقول لك كمان انا كان نفسي النهارده يغير طريقه اللعب شويه، يعني في بعض من الاوقات انت ممكن المباراه اللي جايه لا قدر الله بتلعب مع بيراميدز تتغلب 1-0، فهتضطر انك تغير من سيستم اللعب ومن طريقه اللعب بتاعتك تمام عشان تقدر تسجل اهداف. فكان ممكن النهارده يعني كنت اتمنى ان مستر لاسارتي يغير من التشكيل من الفورميشن بتاعه اللعب 4-4-2 مثلا 4-3-3 يشوف طريقه لعب مختلفه شويه. طبعا اثناء المباراه شوف كابتن اسلام في نقطه مهمه اثناء المباراه ممكن هقول لحضرتك ليه، هي تكمله عشان هي سلسله ماسكه واحده. طبعا ليه استقرنا كلنا ان محمد هاني وعلي معلول من اللعيبه المتوازين على مستوى مصر في المكانين دول ليه؟ ما هو ليه دي لازم ما نعرفها هتبقى سهله. الاثنين اللعيبه دولت اولا لما نمسكهم نقسم الملعب في ثلاث حتت. في الحته الدفاعيه هاني ده احسن واحد بيعمل تاكلينج بدون فاولات، يعني بدون خشونه، بدون ضربات حره مباشره او غير مباشره، فاذا عنده القدره لاستخلاص الكره من الخصم. بعدين لما بينقل نفسه في وسط الملعب بتحس بيقوم بدور لاعب وسط ملعب، يعني اذا هو عنده امكانيات اللعيب بتاع وسط الملعب. ثم لما بينتقل للثلث الاخير الهجومي بيقوم بدور اللاعب الهجومي اللي هو ايه احنا بنقول عليها الكروس السليم او الاوفر السليم، صنع الهدف او احراز الهدف، بدليل هما الاثنين احرزوا اهداف وهما الاثنين صنعوا اهداف. اذا هما بيقوموا بثلاث واجبات بتاع لاعب كرة القدم في الملعب. ما هو مطلوب منهم كله. أي لاعب في كرة القدم مثلا أنت عندك يقول لك إيه ده لاعب مدافع. المدافع ده إنه يقطع الكرة ويسلمها. لا ده هو مدافع قطعها خلاص. أما بيجي في وسط الملعب بيقوم بدور لاعب وسط الملعب بناء الهجمة. طيب لما بيوصل للثلث الأخير بيقوم بدور اللاعب المهاجم. إيه هو المهاجم؟ لا إما يسجل هدف أو إن هو يصنع هدف. ف
فدي الميزة في الاثنين دول، فدي ميزة يعني فعلا وبتساعدهم عليهم يعني أي. إمكانياتهم الفنية عندهم وخبراتهم بقت عندهم بتساعدهم دي. نيجي بقى لشكل الفرقة في تغييرها زي ما بيقول كابتن بلال طيب. أو كابتن خلينا نقف عند النقطة دي وهرجع لحضرتك مرة تانية، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير الأهلي بيخلص بطولة ويخش في بطولة، يخلص بطولة ويخش في بطولة. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن فتحي. مباراه مهمه، مباراه صعبه، ولكن في كلمتين كيف استطيع مستر مارتن لاسارتي ان يخرج بهذه المباراه الى بر الامان؟ ان يفوز في هذه المباراه مش هقول باقل مجهود، باداء كفانا ان يكفينا النتيجه ومش عاوزين الاداء. الان عنده الوقت انه يدينا الاداء، والاداء الكويس هو اللي هيكسبنا المباراه. وحضرتك دايما بتطالب ده من اول السنه الكره الثابته والكلام ده كله، بس ما كانش في وقت دلوقتي. نشوف دلوقتي عاوزين نشوف كابتن شريف ولا حاجه، يلعبوا كره على الارض طبيعيه جدا، يشوفوا بعض، يتحركوا لبعض كويس قوي، والعرضيات تكتر، لان الفرقه دي ممكن نجيب في منها زي ما عايز في الاطراف زي ما احنا قلنا في صناعه بناء الهجمه اللي هي بتبقى في معلول ومحمد هاني. نركز في الحكايه دي، هنجيب اجوال من جوه 18 يعني. اعتقد ده مستر سارتي كان عنده وقت الكافي انه يشتغل مع الفرقه في كل الاماكن هجوميا ودفاعيا. مفترض ان الحاجات الهجوميه اللي كانت بتضيع مفترض خلاص انت دلوقتي اشتغلت عليها بشكل كويس، كان عندك وقت كبير تشتغل عليها. فاتمنى استغلال الفرص في كل المباريات اللي جايه، خاصه مباراه النهارده فرصه جيده بالنسبه لك نسجل اكبر هدف عشان تاخد الثقه. شكرا جزيلا لنجومنا الكبار، استنونا بعد نهايه المباراه مباشره وكواليس نهايه هذه المباراه، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه ذهاب دور ال 64 لدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي ونادي اطلع بره جنوب السودان، انتظرونا بعد نهاية المباراة مباشرة. ونروح بقى لتقرير أخير انتصارات النادي الأهلي في العيد.